بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم سيداتي سادتي مرة أخرى مع هذا اللقاء المتجدد في مادة الإعجاز في القرآن والسنة، وهذه المرة مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا وانتشر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وفعلا هذا الحديث يحمل من الإعجاز العلمي والطبي يعني ما لم تكتشفه البشرية إلا حديثا. فارتباط الأمراض الجنسية يعني المتجددة يعني والتي لم تظهر إلا في هذه يعني في القرنين الأخيرين يعني كان له علاقة وطيدة يعني بانتشار الفواحش وانتشار الشذوذ الجنسي وممارسة الجنس بالفوضى التي يعرفها العالم حاليا. وبالتالي فسنقوم في هذه الحلقة بتسليط الضوء على يعني هذه الظاهرة العلمية الكبيرة جدا، وذلك من خلال تقديم يعني مجموعة من الجهلة الذين ينشرون الفواحش في المجتمع ولا يدرون بأنهم يدمرون مجتمعنا من الداخل، ويعني يلقون به في التهلكة من خلال يعني دعوتهم الصريحة يعني وعبر وسائل الإعلام إلى هذه الموبقات. وكان في الحقيقة لابد من أن تتدخل يعني السلطة لإيقافهم عن يعني نشر هذه الأفكار الهدامة داخل المجتمع، لأنهم كما قلت يعني يهدموننا من داخلنا يعني ويهدمون بناءنا الاجتماعي. مرحبا بكم مرة أخرى. حرية الجسد مهمة بزاف. حرية الجسد فيها كثير من الأشياء. أولا حرية الجسد هو إنسان رجل أو امرأة، رجل بغى يعيش مع رجل آخر تهي حرية الجسد، امرأة بغات تعيش مع امرأة أخرى حرية الجسد. حرية الجسد أيضا هو الإنسان بيكون بيقول اللي بغى، يدير اللي بغى بالجسد ديالو. وانت تدفل عليها تعاود وين وين بوليغام، حنا وحده واش شويه تخرج منها. لا شوف انا بعد اولا عندي قيم ضد الناس اللي عندهم مجوجين بجوج زوجات، وخا يكون عندهم الامكانيات، لانه ربي تقول اعطي لكل زوجه اللي عطيتها للاخرى في الحب وفي كل شيء، حتى واحد ما يقدر يديرها. وانا ضد هذا الشيء، وانا تنحترم المراه، وعندي المراه بحال الراجل مساواه بين الزوج وزوجه والمراه والراجل بحالهم في كل شيء. إذن فهؤلاء القوم لهم وجهان: الوجه الأول مع الحرية الفردية في إطار الشذوذ الجنسي المفضي إلى تدمير المجتمع والأسرة، والوجه الثاني فهو منع الحرية الفردية إذا ارتبطت بالعفة وتحصين الأسرة والمجتمع. وهؤلاء القوم يعرفون نتائج الإباحية في تدمير الأسرة والمجتمعات من خلال نشر الأمراض الجنسية المعدية وعلى رأسها السيدة. فمرض السيدة الذي تبين بعض الإحصاءات الخطيرة فهو يصيب حوالي 38% من شباب الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، ويضرب فئات عمرية حساسة داخل المجتمع تتمركز بين 15 و24 سنة. وبالتالي فالذين يدعون إلى المثلية والشذوذ الجنسي يشنون حربا حقيقية على المجتمعات السليمة. وعند الإصابة بالأمراض الجنسية المعدية يقوم السائل المنوي للرجل أو الإفرازات المهبلية للمرأة بنقل عدوى هذه الأمراض للشخص الآخر خلال اللقاء الجنسي. ويمكن أن تكون هذه الجراثيم إما بكتيريات أو فيروسات. وكمثال أول فيروس الهربس المسؤول عن التهابات الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة على السواء، وظهور مساحات حمراء اللون أو انتخفاخات بأشكال مختلفة.
وتشكل خطرا حقيقيا على الجنين خلال فترة الحمل. وكمثال ثاني، بكتيريا السيفيليس التي تعطي بثورا يمكن أن تختفي تماما عند بداية الإصابة، مع الإصابة بالحمى والألم، وإذا لم يعالج فقد يؤدي إلى إصابات على مستوى القلب والدماغ ويؤدي كذلك إلى الموت. المثال الثالث، حيث الإصابة بآلام كبيرة خلال البول وخلال الجماع، وقد يعطي العقم عند المرأة بصفة نهائية. المثال الرابع، فيروس الكوباد بي لا يظهر أي علامات، يعني من حوالي 10 إصابات تظهر العلامات فقط في إصابة في حالة واحدة، ويعطي سرطان الكبد وموت صاحبه. المثال الخامس، فيروس السيدا المسؤول عن فقدان المناعة المكتسبة، وبالتالي يترك الجسد يعني عرضة لأي يعني فيروس أو بكتيريا يمكنه أن تصيبه بالدمار. المثال السادس، بكتيريا الميكوبلازم التي لا تظهر أي علامات للإصابة ولكنها تؤدي إلى العقم. إذن فانطلاقا من هذه الأمثلة القليلة الأمراض الجنسية التي تصيب الزناة والمثليين، فالزنا واللواط وغيره من الشذوذ الجنسي يؤدي إلى العقم وإلى التعفنات، ويؤدي إلى حتى موت صاحبه نتيجة سرطانات أو مشاكل على مستوى القلب والدورة الدموية والأعصاب. وكل من يدعو إلى الانحلال الخلقي والزنا والشذوذ والمثلية يدفع إلى هذا النوع من التدمير، تدمير المجتمع ونشر الأمراض، ويجب متابعته بالقانون. أما ما يقال عن يعني استعمال أو حماية العازل المطاطي فهو كذب، لأنه ثبت علميا بأن الحيوانات المنوية تتسرب من هذا العازل، وبالتالي فإن الجراثيم بحكم حجمها الأصغر من الحيوانات المنوية فإنها لا بد أن تخترق العازل المطاطي. أضف إلى ذلك بأن العازل المطاطي يمكن أن يتمزق خلال العملية الجنسية ويسرب كل الجراثيم المتواجدة عند هذا الشخص أو ذاك. وتصيب الأمراض الجنسية المعدية حوالي 500,000 مغربي كل سنة، وبالتالي فالذين يدعون للزنا والشذوذ يدفعون المجتمع حقيقة نحو دماره. وقد حرم الله الزنا في عدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، يعني حتى مقدمات الزنا نهانا الله أن نقترب منها. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكما تلاحظون فإن هذه الآية جمعت بين الزنا وبين قتل النفس، وهذا الذي نراه الآن كل صباح في هؤلاء الرضع الذين يتركون يعني في حاويات الأزبال هنا وهناك يعني وعلى امتداد مساحة الوطن، وهذا قتل للنفس بغير الحق. فالإنسان في هذه الحالة يكون زانيا ويكون قاتلا، نسأل الله العافية. وقد قررت الشريعة الإسلامية الحث على الزواج، بل عند وجود مشاكل العنوسة أو بعد الحروب أو عند وجود مشاكل بيولوجية لدى يعني المرأة، فإن الإسلام أحل تعدد الزوجات، لأنه يحمي المرأة والأسرة معا
من تبعات الشذوذ الجنسي ومن تبعات الزنا، مما يسفر عن تدمير المجتمع. ولا ننسى في ختام هذا التقرير بأن ننبه بأن المرأة يعني بالفوضى التي تتواجد في أمريكا تغتصب بنسب خيالية تصل إلى حوالي 700,000 حالة اغتصاب سنويا، بمعدل 78 امرأة في الساعة، مع العلم أن 16% من حالات الاغتصاب يتم التبليغ عنها، وهذا مرتبط بهذه الفوضى الجنسية التي تعم المجتمع عندما تغيب تعاليم الإسلام وتوجيهاته في تشريع الزواج وفي تشريع التعدد، مما ينعكس إيجابا على المجتمع بأسره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوب إلى الله متاب.